سلام يا احلى متابعين، اليوم حبيت ندير لكم هكا فيديو دردشه. قلت نبدا اول حاجه اني دي البيريود راني شويه مخلطه، مع اني كنت موجدت لكم حاجات بزاف، من بعد حسيت بلي الوقت ما هوش حيساعدني وانا مانيش فايقه. هذا وين فقت كيما اليوم مثلا اسيل حتى تبدا جوز الامتحانات، اليوم عندهم تربيه اسلاميه، ان شاء الله ربي يوفق كامل اليوم يجوزوا في الامتحانات، كو سوا في البريمير في الليسي في الجامعه. وش حابه نقول لكم ثاني، بالك هذه البيريود نغيب عليكم، على بالي كاين بزاف يقولوا كيف كيف تنزل فيديو ولا ما تنزلش سي كيف كيف. انا نهتم، انا نحب نحط لي فيديو، نحب نشارك متابعيني الاشياء اللي يقدروا ندير لكم حاجات ممكن تفيدكم، ممكن تسليكم، ممكن تشوفوا تجربتي انتم تقرروا اسكو ديروها ولا ما ديروهاش. هكذا انا نحب، هذا هو المحتوى تاعي، لايف ستايل، حياتي مع بنتي، مع العائلة تاعي، تجاربي، اشياء هكا بسيطه نجربها، كسوا في الاكل في المنتجات في كل شيء، وتحديات هكا حلوه وتسلي. المهم كما قلت لكم ربي يوفق الجميع، على بالي كاين يبداو بالحد وحيكملوا هذا الخميس وخلاص العطله على الابواب، واللي حيجوزوا الباك والبيام سختو سختو، ربي يوفقهم، ربي يوفق كامل اللي راهم يقراو حتى اللي في الجامعه. المهم حابه نحكي باللي ربما الا اختفيت، نفس السبب اللي خلاني نختفي مع الاول هو اللي حيخليني نختفي في الايامات القادمه. بصح حنشارككم شنو هو هذه المره، حنشارككم اذا شاركتكم ربما ببوستات في اليوتيوب ثاني، وربما بشورتس ممكن ما يكونوش فيهم الهضره، ممكن يكون فيهم الهضره دوكا ساديبون، على بالي نكون شويه مديرونجيا. دعوا لي بالتوفيق وندعي لكم بالتوفيق. حابه ثاني نحكي في دي سوجي بزاف، شفتوا هذه الفتره راني نشوف ترندات عربيه وحتى جزائريه بزاف، سختو على الحجاب. مانيش امام، مانيش مصلحه اجتماعيه، مانيش انسانه مش عارفه شيخه ولا كما يقولوا، بصح ولات بزاف شايعة هذه تاع ينحوا الحجاب ويقول لك انا المهمة اذي تحت واحد، وعلى بالي بليني غلط بصح انا نتحاسب وحدي. سؤال برك لو جايني في مخي، برك فاش ديرونجاهم الحجاب؟ هذا واش جاني في مخي، فاش ديرونجاهم الحطة اللبسة ستيل؟ هاو كاين ستايلات تاع الحجاب تلبسي كيما تلبسي تولي تبني قمر خير من السيفيليزي كاع. كاين كيما هذيك اللي نحاتو نسيت اسمها، يا ربي نسيت اسمها، المهم شعرها تشيني اورانج، ايه راني تفكرت اسمها، هذيك سالي العواضي، هذيك شعرها تشيني ولا ماش، هذيك ما واتتهاش كامل، كي كتب الحجاب كتقمر، يعني ماهيش ميم با صبا يعني باش نحيه. تقول لك انا راني غالطه، على بالي بلي الحجاب فرض، وانا راني حنتحاسب وحدي، وعلى جالكم هضرات تاع دراري صغار. المهم قولوا لي ما هي الاسباب اللي تخلي البنات ينحوا الحجاب ولا البنات يخافوا يديروا الحجاب؟ اكتبوا لي في خانه التعليقات اذا قدرتوا. هذا واش حبيت نعلق على الموضوع. اني عندي واحد الفيديوهات بزاف شابين، مانيش عارفه لا نقدر ننزلهم لكم، والله ماني عارفه، هاكا اني حابه ننزلكم بصح والله مانيش عارفه. نجرب هذو الايامات، نجرب ندير البوسي بتاعي لو كان ننزلكم واحد، والشورتس هذوك خلوهم من بعد باسكو عندي واحد الشورتس هايلين. تحبوا نديروا هكا دي سوجي نهضروا فيهم مع بعض، ولا ندردش لكم فيهم، ولا نحكي لكم رايي عليهم مره على مره؟ اكتبوا لي في خانه التعليقات ثاني، ممكن يكون كاش نهار هكا عندي الوقت ولا ونقول لكم. هذو الايامات بصح راهو يجيني واحد السوبات، ما نعرف لا انتم راكم كيما انايا ولا لا لا، بصح انا درت لي زاناليز، استقبلي عندي فقر الدم، سي بوغ سا لي راني نضحكاو. سورتو كي نخدم، كي نكون في الدار قاعده في الدار ما نعيش بزاف ما نحسش، بصح كي نروح الخدمه ونعاود نولي
ما نقدرش نضحكو ما فلاش نرقد وما تكين نوض ندير غير حاجة خفيفة عشي أوبليجي نطيب عشايا ونخصو دوك المواعن وكاع والباقي على ربي. فهذه البيريود حبيت قلت بالك ندير كونجي مش عارفة ريح فيه شوية ومن بعد. المهم كنت حاسة باللي عندي حاجات بزاف حابة نقولهم لكم ودركا كي بديت نصور في الفيديو حسيت روحي ما عندي والو في مخي نحكيه معكم. المهم نعاود نقول لكم بالتوفيق الكامل للناس في هذو الامتحانات. ربي يوفقكم كامل ربي يوفقنا اجمعين ونقول لكم نحبكم بزاف. اي حاجه اي سوجي اي موضوع حابين تهضروا عليه اكتبوا لي عليه في خانه التعليقات ونحكوا عليه مع بعض ومع السلامه.